صباح الخير متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة نهاية الأسبوع، حلقة يوم الجمعة، ثاني جمعة في شهر رمضان المبارك يلي رغم الحظر في اسطنبول جينا لحتى نقلكم المعلومات المفيدة ونوصل أصواتكم واستفساراتكم مع الأخصائيين والخبراء. راح يصير عنا كالعادة سؤال تفاعلي كل يوم بهمنا جدا، شاركونا آراءكم معنا، لهيك باب التواصل مفتوح على الأرقام 0350-234-16 أو 17، وكمان رح نقرأ تعليقاتكم على بثنا المباشر في الفيسبوك واليوتيوب. أما هلأ فخلوني أطرح عليكم سؤالنا التفاعلي، وهو ما هي الظروف التي يمكن لإرادتك أن تنهزم عندها؟ صار الوقت لخبركم من ضيفتنا. ضيفتنا رح تكون اليوم هي الأستاذة إخلاص إبراهيم القصاص، وهي مدربة واستشارية أسرية، رح نكون معها بعد قليل. كمان أكيد رح يكون عنا تقرير أعدته زميلتنا مجدية كريمة، والتقرير بعنوان رمضان مدرسة الإرادة. نتابع التقرير ومن ثم نعود لنبدأ. في حياتنا يتباين الناس فيما بينهم في شخصياتهم ومواقفهم، فبينما نجد شخصا يواجه مصاعب الحياة ويتغلب عليها مهما بدت عسيرة، نجد آخر ينكسر عند أدنى المواقف صعوبة، وبينما نجد شخصا لا يكل ولا يمل من المحاولة لبلوغ هدف، نجد آخر يستسلم عند أول فشل. وهذا التباين يميز الشخصيات الناجحة عن من سواها، وأساس الاختلاف في قوة العزيمة والإرادة التي يمتلكها الإنسان، وهي التي تحركه باتجاه طلب العلم أو امتثال سلوك فاضل، وتساعده في مدافعة ميل النفس إلى الدعة والراحة ومواجهة الحوادث والمصائب. ورمضان هو فرصة عظمى لتقوية الإرادة الجازمة، فالمسلم في رمضان يخالف عادته ويتحرر من أسرها ويترك مألوفاته، فتراه ممتنعا عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، فيستعلي على ضرورات الجسد ويتحمل ضغطها وثقلها إيثارا لما عند الله تعالى من الأجر والثواب. فإذا استفاد المسلم من هذا الشهر المبارك فقويت عزيمته وإرادته، وطالت مدة التغيير فاستوعبت الشهر كله، تخلص من عاداته السيئة واكتسب الكثير من المهارات والعادات الحسنة. يقول الرافعي رحمه الله عن رمضان: فانظر في أي قانون من القوانين وفي أي أمة من الأمم تجد 30 يوما من كل سنة قد فرضت فرضا لتربية الشعب ومزاولته فكرة نفسية واحدة بخصائصها وملابساتها حتى تستقر وترسخ وتعود جزءا من عمل الإنسان، لا خيالا يمر برأسه مرا. أليست هذه هي إتاحة الفرصة العملية التي جعلوها أساسا في تكوين الإرادة؟ ألا ما أعظمك يا شهر رمضان، لو عرفك العالم حق معرفتك لسماك مدرسة 30 يوما. مثل ما تابعنا متابعينا الكرام تقرير شامل كافي ووافي عن فضل شهر رمضان وكيفية تعزيز إرادتنا في هذا الشهر الفضيل مدرسة 30 يوم، كما قال الرافعي. ضيفتنا جاهزة الأستاذة إخلاص القصاص، وهي المدربة والاستشارية الأسرية. كل عام وأنت بألف خير وجمعة مباركة أستاذة إخلاص. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. اهلا وسهلا فيك علينا وعليك يا رب، الله يجعلها طاعه مقبوله وصيام اكيد مقبول. استاذه اخلاص، السؤال العام الذي يعني نود ان نطرحه نوضح فيه لكل من عم يحضرنا، ما هو مفهوم الاراده قبل ان ندخل في حيثيات هذا المفهوم، وكيف يمكن تعزيزه في شهر رمضان المبارك؟ يعني الاراده هي قوة فاعلة تنتج للإنسان من فكرة في رأسه إنه هو بده يتغير، يعني عنده صورة ذهنية لنفسه. مثلاً الآن هو في حالة معينة، مثلاً اجتماعية، حالة نفسية، حالة مثلاً من ناحية العلم كذا، وعنده صورة ذهنية جيدة أفضل عن نفسه، يريد أن يتغير فيصبح بهذه الصورة الأفضل، يعني هي عنده في مخيلته هذه الصورة أن يكون أفضل. فبالتالي الإرادة هي شيء أو القوة المحركة داخل النفس تدفع الفرد ليتحرك ليصبح نحو
هذه الصورة أو على غرار الصورة التي شكلها لنفسه. جميل جدا هذا التوضيح والشرح لمفهوم الإرادة. طيب إذا بدنا نوضح أكثر مفهوم الإرادة عند كل شخص، أكيد موجود لكن لربما يحتاج إلى عدد من الخطوات لحتى يكون الشخص قادر ويكون إنسان قوي صاحب إرادة قوية. كيف نفهم أن الإرادة تحتاج بالفعل لشخص قوي؟ طبعا هلا زي ما تفضلتي انت، الاراده بتحتاج لشخص، بس لو سالنا حالنا ما مواصفات هذا الشخص القوي؟ هل الشخص القوي هذا قوي بدنيا مثلا، فبالتالي هو يملك اراده قويه مثلا، نعم وبالتالي هو قوي ايضا؟ فيعني لما يفكر الواحد يعني بالموضوع، يعني لا عن نفسي أفضل من الآن، لا أحتاج بالفعل إني قوة جسدية، أنا أحتاج قوة معنوية من الداخل. جميل. فإذا الإرادة هي شيء معنوي داخلي يملكه الإنسان. لذلك نرى إحنا كثير من أصحاب الإرادة أو كثير من أصحاب الهمم العالية هم بالحقيقة يعني ذوي قدرات خاصة. إذا يعني أنا لو سألتك، نعم تفضلي. لو سألتك الآن مين بتعرفي صاحب إرادة وصاحب همة عالية ولكن من أصحاب القدرات الخاصة؟ أكيد راح تذكري لي أشخاص كثير، صحيح وأنا عندي كمان أمثلة لأشخاص كثير. بالفعل أعطيني يعني جربي. يعني بصراحة لا مخاطر لي ذكر الأسماء، لكن بالفعل هو بنخطر على بالنا كثيرا إنه أصحاب اللي كان لهم بصمات ووجود وتأثير، تأثير لربما هن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم كالتسمية الصحيحة. لكن هل هذا يعني أن نعم. الشخص السليم يعني مثلا لا لو قلنا يمكن أن مثلا يكون لديه إرادة يستطيع أن ينميها خطوة بخطوة؟ لا بالعكس، بالعكس هو الفكرة انه انا اقول يعني لا تقول انه انا والله مثلا ضرير لا استطيع ان افعل، نعم انا مشلول لا استطيع ان افعل، انا مثلا طولي لا يناسب لذلك انا لا استطيع ان افعل، انا عندي كذا، انا عندي، يعني لا تتحجج. لا بالعكس، اصحاب الاراده لا يعني ليس شرطا ان يملكون قدرات جسميه عاليه. جميل. إذن يجب الفرز الاراده هي شيء معنوي والفصل للداخل. تمام، الفصل بين الإرادة بس فقط لأنه في عنا نحن قوة جسدية، وبين الإرادة من الناحية المعنوية من الناحية الذهنية إذا فينا نحكي، يعني أنه الشخص لازم يكون حاضر بذهنه حاضر بروحه أنه هو عنده بالفعل قدرة على التغيير، في عنده عزيمة، في عنده قوة بالتأثير، تغيير حاله وتغيير المحيط. نعم أحسنتي. طبعا إحنا بنقول الإرادة نبدأ في تغيير أنفسنا أولا، لذلك أنا لازم أكون فاهمة نفسي جميل. وعارفة إيش الأشياء اللي لازم أنا أغيرها في نفسي وإيش الأشياء اللي نفسي بتحتاجها، سواء من الناحية الاجتماعية، سواء من الناحية العلمية، سواء على الصعيد حتى صعيد جسدي نفسه، باهتمام بجسدي، لأنه زي ما إحنا بنعرف الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله وإن عليه وسلم لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق من حقه. حقه، نعم 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 طيب أستاذة خلاص أنا حابة بس أذكر بسؤالنا التفاعلي، لأنه نحن بالفعل حابين نسمع مشاركات وآراء المتصلين المستمعين أو حتى أي حدا عم يتابعنا. سؤالنا التفاعلي بالفعل حساس للغاية ومهم جدا نستطلع في آرائكم. ما هي الظروف التي يمكن لإرادتك أن تنهزم عندها؟ سؤال يعني بصميم مفهوم الإرادة. هل سبق وأنه بالفعل شعرت نفسك أنه أنت قادر على التغيير وكان في عندك قوة إرادة بأحد الظروف في أحد المواقف؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي. نحن بانتظار اتصالاتكم طبعا على الأرقام اللي هي مفتوحة حاليا 0350-234-16 أو 0350-234-17. أستاذة إخلاص بمتابعة لموضوع الإرادة وكيف نحن أول خطوات بدء التغيير، خلينا نقول لأنه أصلا يعني مثل ما ذكرتي بحوارك وبالمقدمة الإرادة هي القدرة على التغيير، يعني يكون في عنا روح ونفس التغيير. كيف فينا قوة. نعم قوة داخلية. تماما. كيف فينا نحن هلأ كأشخاص عنا كثير من الشغلات اللي حابين نغيرها بالفعل بحياتنا اليومية أو حتى بتفاصيل يومنا،
كيف فينا نحن نبلش خطوة بخطوة لحتى نتخلص أو نتخلص من العادات ربما السيئة ونعزز فينا العزيمة والقوة الداخلية؟ الله يكرمك، يعني أنت ممكن تقصدي أنه مثلا إيش الأشياء اللي ممكن تخلي وهن في الإرادة؟ بالضبط، يعني عندي ضعف، أنا لأنه هي قوة داخلية موجودة عند الإنسان تحركه نحو صورة ذهنية جميلة بيشوفها لنفسه على مختلف جوانب الحياة. نعم بالضبط، هذا هو المقصود. صحيح، في الآن أشياء هي بتخلي وهن، يعني أنت عندك بدل ما تكون عندك قوة بتصير تسوي عندك وهم. الوهن مقصود فيه هو الضعف أو يعني في عندك مشكلة أستاذ إخلاص بالاتصال؟ أنا بسمع الصدى يعني تبع صوتي، مش إن شاء الله هلا بركي شباب الصوت يحاولوا تتعدل هي المشكله استاذ اخلاص. بس انا كنت حابه بس اعرف انه المقصود اصلا بالوهن، يعني نحن وقت بيكون عندنا الوهن هو فقط ضعف، يعني ضعف الاراده، ضعف العزيمه ربما؟ نعم، يعني الوهن هو يعني مثل العجز، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز، قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. نعم نعم، والعجز والكسل هم اللي بيصنعوا وهن الاراده. وهن يعني شوفي من الشيء الوهن، يعني نعم، وهن اوهن البيوت الى بيت العنكبوت، من الشيء الضعيف الهش. بالفعل بالفعل. نعم طيب، الان لو احنا تكلمنا عن كلمه عجز وكلمه كسل هم الاثنين اللي بيسببوا وهن الاراده. ايوه سبحان الله. فكلمه عجز يعني عجز انك انت فيكي قدرات. الان زاد الصوت، والله زاد الصوت. طيب نحن استاذ اخلاص نحن معنا اتصال، هلا رح ناخذ اتصال ان شاء الله يا رب يكون تقدري تسمعي معنا الاتصال وبركي بتكون انحلت كمان مشكله الصدى. رح ناخذ احمد، يسعد صباحك يا احمد، جمعه مباركه. احمد وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك يا احمد، كيف امورك؟ علينا وعليك يا رب، الله يسلمك. احمد تفضل، نحن اذا بتقدر تجاوبنا على سؤالنا التفاعلي، في عندك ظروف معينه حسيت انه هي يمكن لارادتك انه تنهزم عندها او تضعف؟ زي مثلا السوريين واقفين على تركيا، نمط حياتنا كلياته اختلف عن سوريا. مثلا بشتغل بخياطه، بس بسوريا شغل الخياطه كان اسهل بكثير واريح بكثير من هون تركيا. اول شهرين نعم. ثلاثه تعذبت كثير 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 حتى اقلمت على الوضع. يعني فيني نقول احمد انه البيئه الاجتماعيه، انتقالك من بيئه جديد من بيئه لبيئه، هي احد الظروف يلي حسيت حالك انهزمت عندها. طبعا ارادتك. كان في اراده الحمد لله رب العالمين. اشتغلت بالخياطه واشتغلت بشغلات ابدا بحياتي كنت بسوري ما بعرفها ولا بحياتي كنت بتوقع الشغلات. بس انا اشوف قلت ما دام مثلي بني ادم اللي عم يشتغل وهو يعني بشر ما عنده قوات خارقه، معناتها انا قادر اشتغل. والحمد لله رب العالمين لهون صار لي 7 سنين كل شيء اسمه اشتغلت ما دام بشتغل، يعني لو قطعه اول مره بشتغلها ما دام اللي قادر يشتغل معناتها انا بقدر. ما شاء الله حولك. حلو كثير هالكلام يا احمد، اكيد رح ناخذ تعليق الاستاذ اخلاص على هي وجهه النظر. استاذ اخلاص اذا عم تسمعينا. انا صوته كثير كان واطي. تمام، انا رح ارجع عدلك السؤال ان شاء الله بنحل مساله الصوت، لكن رح نطلع هلا استاذ اخلاص فاصل اعلاني قصير وبنرجع اكيد لنكمل. متابعينا فاصل اعلاني قصير بنرجع اكيد لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير من
مترو كنت أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. انتي اطعامني وولادي، اشكر جوا اخواتي، من يوم ولدنا وانتي معنا، مهما الدنيا غربتنا، انتي رفيقة عمري ودربي. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، مستمرين معكم ببرنامج معكم في رمضان وحلقة يوم الجمعة يلي رح تكون فيها ضيفتنا الأستاذة إخلاص القصاص المدربة والاستشارية الأسرية. يسعد أوقاتك عن جديد أستاذة إخلاص. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ إخلاص. تعقيبا على اتصال أحمد المتصل، حكى وقال أنه التغير الكبير اللي كان وظروف لربما القاهرة هو انتقال من بيئة لبيئة جديدة، من البيئة اللي كان عايش فيها المجتمع السوري وانتقاله للعيش في مجتمع بتركيا، المجتمع لربما مختلف من حيث العادات الثقافة اللغة وكثير من التفاصيل. وجد نفسه أحمد فاقد الإرادة، لكن مع يعني مع السعي والاجتهاد استطاع أن يعزز ويقوي إرادته. شو فينا نحن نعقب على هي الحالة؟ يعني هو هل بالفعل هي تغيير العادة؟ يعني جاءت صدمة؟ نعم نعم.
مثل صدمة جاءته، فبالتالي هو يعني بالضبط بالضبط ضايق ما قدر يتملك بنفسه. هاي نقطة. والنقطة الثانية في عنا أنه هو هل بالفعل يعني الشخص وقت بينحط ببيئة جديدة ومجتمع جديد ممكن ينهزم، يحس أنه هذا الشيء من أحد الظروف اللي ممكن تفقد إرادته وعزيمته بذاته، أو لربما تكون بشكل عكسي تعطي دافع قوي للعزيمة؟ هو السؤال عجبني حقيقة. نعم السؤال عجبني حقيقة تبعكم، لأنه كلمة أنهزم أنهزم أمام إرادتي، تخيلوا أنه وكأنه أنا داخلي معركة، توجد معركة خاصة في أنا تماما. إما أنا بنتصر يعني على بإرادتي بنتصر، إما نفسي بتنهزم أمام هاي الإرادة. جميل جميل هذا الكلام. سؤال أحمد، سؤال أحمد حلو كتير. ويعني أنا بدي أحكي لك حاجة، إنه أنا الإنسان في طول حياته من لما يصحى إلى ما ينام وهو معرض إلى كثير من الأمور والمشاكل. يعني أنا مستحيل إني أضمن يوم كامل بدون مشاكل، أو إني أضمن يوم كامل كله عبارة عن فرح وسعادة وسرور. صح ولا لا؟ بالضبط 100%. نعم، فأنا في هذا اليوم أتعرض لكثير من يعني الأمور التي تحتاج مني إلى وقفة. فأنا عندما أقف ولا أهرب، أحلل الموقف، يعني الهزيمة يعني أني أنا ما بدي أواجه الموقف. الهزيمة يعني أنا أستسلم لهذا الظرف، ربما أتهرب، أجعل الظرف هو الذي يتحكم حتى من مواجهة الموقف. صحيح صحيح. فإذا أنا أحتاج أني أكون عندي رباط الجأش وأجلس مع نفسي، يعني أفكر في كل ظرف يمر فيه ما الشيء المناسب الذي أواجه فيه هذا الظرف. حلو. فأنا ساعتها أنا يعني هذا الظرف لا يحطمني. أنا عشان بدي أقوي إرادتي راح أحكي لك أشياء تقوي الإرادة، وراح أحكي لك أشياء مثلا زي ما كنا نحكي قبل شوية ما هي الأمور اللي بتخلي عندي وهم. تماماً. لكن بداية أنا لازم الظروف أواجهها، ما أهرب منها، أحللها أحللها يعني أقرر ماذا أفعل. ممكن تاخذ استاذة اخلاص هي فترة طويلة، يعني ممكن هي مرحلة انه نحن لبين ما نستدرك هي الظروف ونقرأها ونحلل مثل ما قلتي هذا الموقف اللي نحن فيه، ممكن تاخذ وقت طويل. في بعض الاشخاص ممكن تمر احيانا شهور ولا ربما سنين وهن لسه مو قادرين يتصرفوا. صحيح صحيح ام لا؟ لا شوفي احكي لك، هو لازم ما تاخذ لدرجه شهور وسنين. حلو. يعني ممكن يعني خلينا نقول 90 يوم مثلا حتى اني امرن نفسي على شيء معين مثلا ممكن، لكن لدرجه شهور وسنين ليش؟ لانه هي الاراده خلينا نقول مثل كانها عضله، هي ما بتنولد معايا، هي بالفطره موجوده بالشخص، لكن انا علي اقويها او اني اقلل. والله استاذة اخلاص بدي اكون قوية. تمام، بس بدي بس اقاطعك لو سمحتي بهي النقطة، لانه انا كنت جاي اسالك تماما. اذا الارادة موجودة عندنا بالفطرة، لكن ممكن ام نستطيع اكتسابها؟ اكتساب يعني هي مكتسبة. هو شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما من مولود الا ويولد على الفطرة. جميل، صلى الله عليه وسلم. فأبواه يهودان. شوفي أنت الطفل لما يجي يمشي سبحان الله وبيقلد الكبار، إنه بصير عنده إرادة إنه أنا بدي أكبر بدي أمشي. ما بستسلم للوهن وما بستسلم، بيقول لك أنا طفل صغير شو بيخليني أمشي. نعم نعم. واحد لا بصير بده يأكل مع إنه هو ما بتحكم بأصابعه كويس وإيديه وبكب على نفسه، ولكن قوة الإرادة اللي عنده بتخليه إنه لا أنا بدي أعتمد على نفسي. يعني وبتبدأ المشاكل معاه من هون يعني أصلاً. جميل. بيطيح كثير، بيوسط ملابسه كثير وهكذا. فهو فطره موجوده انا الان عندي، اما بقوي هذه العضله لو افترضنا انها مثل العضله. فاما بقويها اما بضعفها، وبالتالي لن انتصر في اي موقف من المواقف التي سامر عليها. انا لا اضمن مواقف حياتي، انا لا اضمن الظروف، ولكني استطيع التحكم بنفسي. انا لا استطيع التحكم بالظروف الخارجيه، ولكن أستطيع التحكم بكيف أتعامل مع هذه الظروف الخارجية. رائع هذا الكلام. إذن هلأ رح نجي للب الحوار، وهو كيف بالفعل نقوي هذه العضلة أو هي هذا المفهوم الموجود في ذواتنا، نقوي إرادتنا. لننتقل بعدين إحنا لو أول شيء نتكلم عن الوهن. أيوة أول الوهن تفضلي. نعم تمام.
الوهن احنا قلنا اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. نعم. فبداية العجز بيكون شيء نفسي، انا حقيقة املك كل القدرات التي تجعلني مثلا انسان مثلا صاحب همة في العلم، عندي كل المقومات التي تجعلني انسان مثلا احافظ على صحتي وارفض مثلا التدخين الانجراف لاي انحراف اخر، يعني بحيث اني انا اكون شخص سليم. انا املك كل القدرات اني اكون بار لامي، املك القدرات اني اكون كذا، يعني اي صوره ذهنيه جميله. ولكن العجز هو عباره عن بعض الحديث مع النفس السلبي. أيوة. فأنا أجلد ذاتي، أنا أجلد ذاتي، أقول أنا أصلاً إنسان لا أستحق، أو أنا فاشل، أنا أصلاً إنسان لا يحبني أحد، أنا فاشل، أنا لا يمكن إني أتعلم، كل الناس بيسبقوني نحو العلم، أنا لا يمكن أتعلم كذا كذا. فجلد الذات، جلد الذات والحديث السلبي مع النفس يصنع الوهن والعجز. نعم نعم نعم. والعكس أيضاً الكسل، يعني العجز هو شيء أنا يعني من داخلي، والكسل أيضا شيء من داخلي، يعني أنا برضو أملك كل القدرات لكني يعني إن شاء الله لا أقول إن أنا فاشل، لا أنا بعرف أحفظ وأنا بعرف أقرأ وأنا كذا وأنا كذا، ولكن ليس وقته الآن، بعد قليل يعني ربما لم يحن الأوان. نعم أقوم. نعم. فهذا الوهن. هذا الوهن الذي يكون في النفس، وبهذه الصورة لا نستطيع أن ننتصر في حياتنا وفي الظروف التي تأتينا، ولا نستطيع أن نبني صور ذهنية جميلة لأنفسنا ونصل إلى هذه الصور الذهنية. نعم. إذن في حال نحن كأشخاص حاولنا نخفف نقضي على العجز والكسل والوهن، هن النقاط معناتها بهالحالة صارت الساحة مفتوحة أمام قوة الإرادة والعزيمة، مظبوط ولا لا؟ يعني انا بقول يعني طبعا اكيد بقول مثلا شفتي طه حسين، طه حسين يعني ملقب بعميد الادب العربي، وانت عارفه ايش معنات اديب، يعني لازم يقرا كثير ويبحث وكذا. صحيح. طه حسين كفيف، كفيف. نعم كفيف، لكن لديه اراده قويه. لا يوجد لديه عجز وكسل. ايضا ابو العراء المعزي، ايضا ابو العلاء المعزي كان ايضا كفيف. نعم العديد من الامثله بالفعل. الشيخ احمد ياسين، الشيخ احمد ياسين معلوم انه الله. مقعد، واظن يعني هذا يعني رحمه الله وتقبله عنده في الشهداء وجعلنا نمضي على مسيره الشهداء. سبحان الله انه كيف اقام جيش كامل وفكر كامل، والناس كانت تكلماته وكأنه يعني شيء لا بد أن يطبقونه. كان قائد، فكيف قيادة، مسك القيادة وفي المقدمة كان وهو مشلول. نعم إرادته القوية، إيمانه بالمبادئ، إيمانه نعم. بالهدف. نعم نعم الإعاقة أنا أملكها. الإعاقة الداخلية اللي هي تكون في الإرادة أنا اللي أملكها، سواء أستطيع أن أكون قوية الإرادة أو ضعيفة الإرادة. نعم جميل. أنا بس حابة أستاذ إخلاص أرجع أذكر المتابعين اللي عم يتابعونا أنه بإمكانهم يشاركونا بتعليقاتهم أو حتى اتصالاتهم على سؤالنا حتى نعرف رأيهم بسؤالنا التفاعلي، وهو ما هي الظروف التي يمكن لإرادتك أن تنهزم عندها؟ بالفعل سؤال متشعب، يمكن كتار من الأشخاص يذكرون العديد من المواقف صراحة، مثل الموقف اللي صار مع أحمد. ونحن بانتظار اتصالاتكم على الأرقام 0350-03416 أو 17. أستاذة إخلاص قبل ما نحن نطلع عنا فاصل بعد شوي، أنا حابة بس نوه أنه موضوع معوقات الإرادة رح نحكيه بالجزء الثاني من الحلقة، يا ريت تضلي معنا حضرتك، رح نطلع متابعينا. خلصنا إحنا المعوقات، الآن ممكن إحنا نتكلم على الأمور كيف أنا أبني عندي إرادة قوية. أكيد أكيد رح نتعمق أكثر فيهم ونتبحر بإذن الله، لكن رح نطلع متابعينا لفاصل دقة الساعة وبنرجع بعده لنكمل، لا تروحوا بعيد خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول.
منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم. واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف في تركيا. اغتنم الفرصة وبادر بطباعة نسخة من القرآن الكريم وبسعر خاص لرمضان بقيمة المصحف 15 ليرة تركية فقط، واستلمها من دار المودة بالفاتح أو من مقر مسك. يمتاز المصحف بوجود رمز باركود في كل صفحة تسهل على القارئ فهم القرآن الكريم وتفسيره وضبط حروفه وأحكامه. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77، الفاتح شارع فوزي باشا خلف البيت تي. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. انتي اطعامني ومولادي، احقورة جوا اخوادي، من يوم ولدنا وانتي معنا مهما الدنيا غربتنا. انتي رفيقة عمري ودربي، تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم.
العودة مجددا متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، وبدي أذكركم بسؤالنا التفاعلي لليوم، وهو ما هي الظروف التي يمكن لإرادتك أن تنهزم عندها؟ بانتظار طبعا استقبال اتصالاتكم على الأرقام 0350-234-16 و0350-234-17. بيرجع رحب بالأستاذة إخلاص القصاص، المدربة والاستشارية الأسرية. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذة إخلاص. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا فيكي أستاذة إخلاص. ببداية حلقتنا حكينا بشكل كافي ووافي عن مفهوم الإرادة وكيف يمكن أن نقويها، وما هي المعوقات التي ربما أن تعيق تعزيز وتقوية إرادتنا. لو ندخل بقى بالدروس العملية والتطبيقات العملية الفعلية لكل شخص يعني لديه إرادة أو حابب أنه يغير بالفعل من العادات ربما السلبية السيئة التي يمارسها في تفاصيل حياته، وخاصة في شهر رمضان نحن بيصير في كتير من التفاصيل الجديدة على يومنا بتدخل بشهر رمضان. بداية خلينا نبلش مع الانفعالات العصبية وربما الحالة النفسية، الغضب، التوتر الذي يمكن أن يصاحب الصائم وانعكاس هذا الجو على الأسرة. كيف فينا نحن نحاول نضبط هذا الواقع بشكل قوي انطلاقا من قوة الإرادة؟ تمام. يعني احنا لو قلنا انه لما حكينا عن الوهن فحكينا انه الوهن هو حديث سلبي مع النفس. نعم. بالعكس حيكون في الاراده، في قوه الاراده. طبعا احنا الاراده قوتها انه احنا بدنا نصل الى صوره ذهنيه جميله احنا حاطينها. يعني انت هلا تكلمت عن الغضب، فانا غضوب، لا انا الان بدي اصل الى الشخص الذي يتحكم في نفسه. نعم. الشخص الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. إذن أنا أول شيء نظرتي لنفسي، ماذا أريد؟ هذه رقم واحد في تقوية الإرادة. ثم نظرتي لنفسي بالأول، ثم كيف أنا بدي أصل لهذه المرحلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس الشديد بالصرعة، إذن أنا بدي أكون قوي. تمام. إذا هي هذه أنا الحقيقة معركة بيني وبين نفسي، هل أنا سأستسلم لأنه الغضب هو اللي يتحكم فيها، ولا أنا اللي أتحكم، أنا اللي أكون صاحب الموقف؟ نعم نعم نعم. فإذا بالبداية أقرر إني أنا لا أريد أن أكون غضوب. ونتذكر أن الإنسان أو أن الحياة أصلاً الحياة عبارة عن قرارات، وحياتي أنا نتيجة قراراتي. جميل. فماذا أريد أن أقرر؟ ماذا أقرر أن أكون؟ لا أريد أن أكون غضوباً، أريد أن أتحكم في غضبي. ساعتها أنا بجلس مع نفسي وبحلل الموقف، ماذا أريد أن أفعل؟ حلوة كتير هي المبادرة أستاذ إخلاص بالفعل، أنه نحن نكون مع ذواتنا، نقرر بالفعل نحن أنه لازم قدر المستطاع نضبط أعصابنا، نضبط غضبنا وتوترنا اللي ممكن يصاحب الصائم بفترة الصيام. لو ننتقل لمحور تاني وأيضا هو من صميم الحياة اليومية، استخدام اليومي المفرط لربما للأجهزة الخلوية، الموبايل، الإنترنت بشكل عام، وحتى لربما بعض الأطفال الألعاب. كيف فينا نستثمر قوة الإرادة بشهر رمضان لحتى نخفف من هدول العادات؟ طيب، هو شوفي أنا أحكي لك الآن، أنا مثلا ممكن أنه نحكي مجموعة، بدل ما نمسك موقف أحب أحكي مجموعة أمور. جميل. يعني أو مجموعة أمثلة، من خلال هالأمثلة أنا راح أعطيك بعض الخطوات السهلة اللي كل واحد، مثلا الغضوب اللي أنت قلت هلا عنده استخدام مفرط للإنترنت، الناس عندهم استخدام للأسف المواقع الإباحية اللي هي بتؤدي إلى الإدمان عليها، والكل نعم. عارف إنه الإدمان على الإباحية، إذا ما بعرف إذا أحد عنده فكرة من اللي بيشاهدوني أو حضرتك أنت كمان عندك فكرة إنه اللي بيتفرج على المواقع الإباحية للأسف بيصبح شخص مدمن، ودماغه فعلياً لو كان وديناه يعمل أشعة فهو مثل دماغ المدمن على المخدرات. يا لطيف. بالضبط. لهذا الحد. نعم. إلى هذا الحد، وللأسف إحنا ما بنقول بس هي صارت عنده عادة، هو صار إدمان. يعني لكن هل يمكن أني أقوي إرادتي؟ نحكي. نعم. ولكن هل يمكن أني أقوي إرادتي
أصبح حر وغير مدمن على هذه الآفة أكثر ما إنها عادة هي آفة. نعم نعم. في أيضا مثلا تدخين، في أيضا حتى الأكل الشره، الأكل الشره هي عادة سيئة أيضا. مثلا فقد الفائدة هذه أيضا عادة سيئة. إذا العديد من العادات السلبية هي التطبيقات. نعم نعم. هلا الخطوة الأولى، إحنا لما أنا قلت لك إنه حتى أقوي إرادتي لازم يكون عندي قرار، قرار يعطيني صورة عن نفسي ذهنية جيدة، صورة عن نفسي حلوة أنا بدي إياها. حلو. أنا بدي أقول إنه حياتي هي عبارة عن قراراتي، يعني أنا مثلا عندي حابة إني أكون قارئة. فأنا بنظر لنفسي صورة إيجابية إني أنا قارئة. جميل. تمام؟ إذا هذه خطوة. يمكن أنا مثلا لو أنا بدي أقول مثلا خلينا نشوف أنا عندي عادة سيئة عدم القراءة. عادة سيئة عدم القراءة. نعم. فأنا الآن بدي أكتسب القراءة حتى تصبح عندي عادة إيجابية جديدة. إذن هي هكذا. إذن أول نقطة، أول خطوة، أول نقطة يحدد الإنسان ما هو أول خطوة يحدد الإنسان أو الشخص الذي يريد أن يكون صورة أو يكون عنده إرادة، أو يحدد ما هي العادة السيئة التي يريد أن يتجنبها ويتفاداها، تخلص منها. نعم. وبالعكس إذا تصبح حياته أجمل بدون هذه العادة السيئة. فإذا هي صورة ذهنية يعني يمتلكها هذا الشخص عن نفسه. هذه أول خطوة. نعم. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية لابد إحنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين الحمد لله رب العالمين، وهذه نعمة كبيرة. فإذا أنا بعد الخطوة الأولى سأتطرق لخطوة هي نوع من أنواع التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم أنهي الخطوات بأيضا خطوة فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأنه أنا بالحقيقة يعني مهما حاولت التغيير فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيعينني وسيقويني على ذلك وسيثبتني ويعطيني العزيمة والثبات. نعم نعم. لذلك أقول أنا الصوم والصدقة، الصوم والصدقة هم من أفضل الأمور التي أبدأ بها قبل أن أجري خطوات عملية لتغيير هذه العادة السيئة. لماذا؟ لأن الصوم والصدقة تزكي النفس. نعم نعم استاذ. نعم. لذلك نحن الله سبحانه وتعالى الآن نحن في شهر رمضان، فرصة بالفعل رمضان فرصة للتغيير. نعم. رمضان فرصة لامتلاك عادات صحية جيدة. رمضان نعم فرصة لأن أكون أجود نسخة من نفسي. نعم استاذ اخلاص، نحن اكيد متابعين مع حضرتك، لكن صار وقت لنطلع لفاصل اعلاني قصير. لو بتبقي معنا تكرما متابعينا، نحن رح نطلع لفاصل اعلاني قصير اخير وبنرجع اكيد بعده لنتابع بخطوات تقويه ارادتنا. خليكم معنا. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية
نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. انتي اطعمني ومولادي، اشكر جوا اخوادي، من يوم ولدنا وانتي معنا، مهما الدنيا غربتنا. انتي رفيقة عمري ودربي، عودة مجددا متابعينا بفقرتنا الأخيرة والختامية للبرنامج معكم في رمضان. سؤالنا التفاعلي وموضوعنا اليوم كله عن الإرادة وتقوية الإرادة وكيف يمكن أن نعزز إرادتنا بأنفسنا، ما هي الظروف التي ربما أن تعيق الإرادة وتعيق قدرتنا على تقوية إرادتنا. بشكل أو بآخر الأستاذة إخلاص القصاص بدي أرجع رحب فيك عن جديد. أستاذة إخلاص أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك حياك الله. أهلا فيك أستاذة. خلاص كنا عم نحكي شوي من قبل الفاصل خطوات لتعزيز وتقوية إرادتنا بأنفسنا. أول خطوة هي تغيير الصورة النمطية وربما الذهنية التي هي في أذهاننا عن ضعف إرادتنا ووهننا، والثانية هي التوكل على الله. ربما يكون هناك في خطوات ثالثة ورابعة. نعم طبعا احنا قلنا لازم تحديد اولا ما هي العاده السيئه اللي انا بدي اغيرها. نعم. في نفسي. اذا انا بدي اغير مثلا ولنفرض انا شخص بشاهد الاباحيه فاصبحت مدمن عليها، انا شخص مدخن، انا شخص غضوب. نعم. انا شخص مثلا اضيع اوقات فراغي. فاحنا دي الخطوه الاولى انه هي تحديد ما هو الشيء اللي انا الصوره الجيده اللي انا بدي اياها عن نفسي، بدي جميل. اكون شخص حر مش مدمن على الاباحيه، بدي كذا بدي كذا. الشغله الثانيه قلنا التوكل على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ازكي نفسي بالصدقه والصوم. ثم نقطه مهمه، احضر ورقه تمام واقسم هذه الورقه الى قسمين. القسم الاول اكتب فيه ما هي الأشياء السيئة لو بقيت في هذه العادة، ماذا سيحصل لي من أمور خطيرة أو سيئة أو لا أحبها ستحصل لي لو أني بقيت على هذه العادة، أو لماذا أنا أريد أن أتغير، لماذا أريد أن أصبح حرا ولا أشاهد الإباحية. نعم. لأنها عندي كذا وكذا وكذا. رقم اثنين الجزء الثاني من الورقة العكس، الأشياء الجميلة التي ستحصل لي في حال أني تركت هذه العادة السيئة أو هذه العادة السيئة، ما هي الأشياء الجيدة الإيجابية التي سأحصل عليها، كيف سأكون عندما أمتلك هذه العادة الإيجابية. استاذ اخلاص هي بتنصحي يعني كل فتره وفتره قديش لازم نضل عم نكتب هاي الورقه، يعني مثلا باليوم، ربما قائمه اسبوعيه، قائمه شهريه؟ هي شوفي، هي هذه الورقة كيف ستحصل؟ هذه الورقة أصلاً ستحصل عندما بعد ما أنا قررت. نعم. قلت إنه حياتنا هي قرارات، ستحصل عندما يعني أعرف وعي، يكون عندي وعي أكثر بهذه العادة. مثلاً عادة الغضب، أنا يكون عندي وعي أكثر إنه أنا واحدة لا أتملك في نفسي، أنا واحدة قد ينفر مني أبنائي ومن حولي، قد لا أبني علاقة مع من أحبهم، وهكذا. مثلاً الإباحية، قد إنسان مدمن، مكتئب، غير اجتماعي. أيضاً الإباحية تسبب كثير من الأمراض الجسدية غير الأمراض النفسية، وهكذا. لا يمكنني أن أتزوج، وهكذا. فإذاً أظهر ما هي، لابد أولاً أني أكون أكثر وعياً، فأقرأ أكثر، أقرأ أكثر عن الإباحية، فأشاهد فيديوهات عن الإباحية، يكون عندي وعي معرفي وإدراك معرفي. نعم، أدل ثقافتي عن هذه العادة. نعم. إذن هذه الخطوة رقم ثلاثة. الخطوة رقم أربعة وهي جدا مهمة، أن يكون لدي خطة، خطة بحيث أنه لها بداية ولها نهاية. أنا متى بدأت من الآن؟ طيب متى سأنتهي؟ متى أريد أكون أن أتخلص نهائيا. نعم. من موضوع الإباحية؟ متى أريد أن أكون مثلا إنسان قارئ و نعم. يعني لدي كثير من المعلومات فقط. متى أريد أن أنتهي من تضييع الوقت الذي أضيع فيه عمري؟ نعم أستاذ، وأضيع معه مثلا، وهكذا. فإذا أفعل لي خطة. الخطة عبارة عن إيش؟ الخطوات العملية التي سأقوم بها. لربما أستاذ إخلاص رح يكون في عنا حلقات منفردة مستقلة لحتى نشوف هاي الخطط بشكل تطبيقي أكثر عن قرب مع حضرتك. نعم. بإذن الله بحلقات قادمة. أنا بدي أتشكرك بالختام، مرق الوقت بسرعة إن شاء الله. أستاذ لكن هي إخلاص. نقطة مهمة. نعم تفضلي. طيب خليني أختم بكلمة تفضلي. حتى أكون واحد إرادة قوية علي أن أقاوم ما أحب، يعني أبتعد عن هوى النفس. نعم. لأنه النفس سبحان الله تريد للإنسان أن يكون كسولا ولا يعمل ويعني يقوم بكل الأمور التي. نعم صحيح. يسولها له الشيطان. إذا أن أقاوم ما أحب وأن أتحمل ما أكره. جميل. يعني النفس قد تكره النشاط وقد تكره أن تكون كذا إذا هنا لو قاعدة وضعناها مقاومة الكره، أريد أقاوم ما أحب وأتحمل ما أكره. نعم التوزيع جميل. لربما هي مثل ما ذكرت أستاذ إخلاص رح يكون محورة مستقل بحلقات قادمة حتى نتعمق أكثر بهذا الموضوع. أنا بدي أشكرك بالختام الأستاذ إخلاص القصاص، المدربة والاستشارية الأسرية. شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات وعلى كل هالمعلومات. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.
متابعينا، انتهت حلقتنا لليوم ببرنامج معكم في رمضان يوم الجمعة. بتمنى لكم جمعة مباركة، إن شاء الله صيام مقبول. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. كل الشكر لكادر مسك، كنت معكم أنا هلا الملاح، إلى اللقاء. بالهم بنطلب رزقتنا والأمل.